أرض العلم والعلماء. سنوات مرت أقول فيها. دكتور صالح العيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. هي صفة مائزة في هذه الجامعة. كنت أحيا بفيض مكانتي وعلو قدسي، فمهما وتؤطر وتنظر. سيدي رئيس المجلس الموقر 20 تحت عنوان الذكاء الصناعي، فيث فيلبس أو رئيسة اليونسكو أزولاي أودري. أركز في الاثنتين لأن تقانة إيرلندية يقال لها أوميكا، اعتمدنا هذا النظام أوميكا لرقمنة المخطوطة الجزائرية. المخطوطة التي قمشناها عندنا تتجاوز 12,000 مخطوط جزائري، لكن ما وضعناه مرقما جاهز مرقما الآن 2500 وضعناه بنظام يقال له أوسيار. هذا الأوسيار هو ذكاء صناعي يقرأ لك المخطوط ويعمل فيه النظر وتطلبه ويعطيك المعلومات التي تريد أن تصل إليها. طبعا هذا العمل لا أقول إنه جاهز، وإنما تعوزنا الحاجة إلى مساحة جبارة، إسكانير جبارة كبيرة، ونحن طلبناها في طريق إن شاء الله الوصول مع وزارة البريد والمواصلات السلكية ولا سلكية. فهذا العمل لماذا؟ لأن الجهاز الماسح يقرأ أو يحلل 4 تريليون في دقيقة. التحديات التي تواجهنا نحن في تطوير اللغة العربية بكونها لها خصوصيات كبيرة، كونها لغة تكتب من اليمين إلى اليسار، كونها لغة تعتمد على الجذر، كونها لغة متحركة بحركات فعلها وفاعلها ومفعول بها. إذن لابد من إدخال كل هذه المعاملات في الحسبان من أجل رقمنتها، وكذلك لابد من استعمالها استعمالا كبيرا في شبكة الانترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي. من المعلوم الآن أن الذكاء الاصطناعي هو رهان الدول المتقدمة، هو رهان الدول المتطورة، هو رهان المستقبل. إذن فيأتي الذكاء الاصطناعي ليتوج مسيرة مختبر لسانية العربية وتحرير النصوص في إطار الجمع بين ما هو لغوي وما هو تقني. كما تعلمون بأن الذكاء الاصطناعي هو مفهوم شامل يدخل ضمنه ما يسمى بعلم النفس وعلم الأعصاب، البيولوجيا، التقنية، الرياضيات إلى غير ذلك. فنحاول أن يكون هذا الملتقى بذرة لملتقيات أخرى وبذرة لمشاريع علمية.